أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نناقش فيها أبعاد استئناف التحالف قصف أهداف في الحديدة بعد شهور من التوقف. شنت مقاتلات التحالف غارات عدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في المدخل الشمالي لمدينة الحديدة، وقال شهود عيان إن الغارات استهدفت مواقع الحوثيين في معسكر الجبانة وبالقرب من مدينة الصالح، فيما نقلت سيارات الإسعاف عددا من ضحايا الميليشيا إلى المستشفى العسكري. إلى ذلك أعلن التحالف تدمير زورق مفخخ تابع لميليشيا الحوثي قبالة سواحل محافظة الحديدة. قال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن القوات البحرية التابعة للتحالف دمرت زورقا مفخخا أطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة، وأضاف أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت محاولة ميليشيا الحوثي للقيام بعمل عدائي وشيك جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد. في حلقتنا هذه سنحاول قراءة المشهد في ضوء الاستئناف المفاجئ لطيران التحالف للقصف بعد شهور من التوقف، بينما لا يزال جريفيث يتحدث عن إمكانية تنفيذ اتفاق ستوكهولم خصوصا ما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بعد توقف دام أشهرا فوجئ سكان الحديدة بعودة طيران التحالف يحلق بكثافة. بالنسبة للسكان فلا جديد، لأن القصف استهدف مواقع اعتاد التحالف قصفها عشرات المرات سابقا في معسكر الجبانة شمال مدينة الحديدة. وفقا للمتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإنه تم قصف مواقع معادية تستخدم لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد وللألغام البحرية، وكذا لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. الغارات السعودية جاءت بعد أقل من 48 ساعة لانضمامها إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية. بقراءة أعمق يمكن اعتبار هذا التحرك العسكري السعودي المنفرد محاولة من الرياض لإثبات كفاءتها كشريك في التحالف الدولي لحفظ وأمن الملاحة البحرية، وأنها قادرة على أن تقوم بعمليات استباقية لما يهدد أمن الممرات المائية الدولية. إلا أنه من غير المفهوم أنه بينما تقول كل المعطيات أن السعودية التي تستهدف بطائرات مسيرة تأتي من جهتي الشرق والشمال ترد بقصف يمكن وصفه بالاستعراضي، ويمكن أيضا اعتبار هذا التحرك السعودي العسكري خطوة عملية لدفن ما تبقى من اتفاق ستوكهولم، وأن السعودية بذلك تجاوزت شراكتها مع الإمارات التي تحتكر قيادة المعارك في جبهة الساحل الغربي. على مستوى الشارع في الحديدة تباينت الآراء بين متفائل شاورته شكوك في جدية التحالف في حسم المعركة كرد عمليا على ما تتعرض له السعودية من هجمات بالطائرات الإيرانية المسيرة، ومن يرى أن ذلك ليس لاستعراض عضلات لا أكثر، وعملا يجدد مخاوف الناس من الغارات التي يقال عنها خاطئة. لنقاش أوسع ينضم إلينا من الحديدة الصحفي بسيم الجناني. أهلا بك معنا سيد بسيم. أهلا بك أختي، مساء الخير. نعم، إذا قصف جديد للتحالف على أهداف في محافظة الحديدة، إذا ما يعني أطلعتنا أكثر عن تفاصيل هذا القصف وما هي الأهداف التي تم استهدافها؟ نعم أختي، طبعا القصف جاء بعد توقف لمدة 9 أشهر بالتحديد بعد اتفاق ستوكهولم وفرض تحييد الطيران عن مدينة الحديدة من قبل المجتمع الدولي خاصة لا سيما أمريكا وبريطانيا، ولضمان نجاح بقية المشاورات التي تبنتها الأمم المتحدة من خلال إرسال مبعوث أممي للجنة إعادة الانتشار وجمع الفرق المرتبطة بالحوثيين والحكومة الشرعية، وكان تحييد الطيران لضمان نجاح هذه اللجان وعملها. ولكن ما حدث أمس هو عبارة عن غارات أو عبارة عن عملية خاطفة للطيران استهدفت ورشة لصنع الزوارق البحرية المفخخة للحوثيين في منطقة الجبانة شمال المدينة بأربع غارات في مساء أمس. وطبعا أعتقد أن الهدف منها لا علاقة له بمعركة الحديدة،
الطلعة الجوية. إذن سيد بسيم، هل يمكن يعني اعتبار اتفاق ستوكهولم بأنه ملغي أو منهي باختراق وقف إطلاق النار من قبل التحالف؟ هناك خروقات كثيرة كانت تتم في الشهور الماضية من قبل الحوثيين، ومع ذلك مستمر الاتفاق ومستمر المستمر الأمم المتحدة بإرسال مبعوثيها واحدا تلو الآخر. ما حدث أمس أنا أؤكد أنه لا علاقة له بمعارك الحديدة وارتباطها بما بقوات الشرعية الموجودة في الساحل أو القوات المشتركة. ما حدث هو عبارة عن عملية استخباراتية لها علاقة بالملاحة البحرية وأمن الملاحة البحرية. وكان هناك ضوء أخضر، مؤكد أن هناك ضوء أخضر من أمريكا أو بريطانيا لهذه الطلعة الجوية واستهداف مدينة فريدة. أما ما يتعلق باتفاق ستوكهولم، هناك لجنة شكلت منذ 10 أيام من الفريقين ما زالت تعمل حتى هذه اللحظة في بناء الحديدة من قبل القوات الحكومية والحوثيين، تراقب ضبط التهدئة ووضع ووقف إطلاق النار وتجاوزات الخطوط التي تحصل، على أمل أن تقوم بنشر في الأيام القادمة مراكز في نقاط التماس لوقف المعارك ومن ثم تنفيذ باقي النقاط. اتفاق ستوكهولم ما زال هناك مشاورات ماشية بمجراها الذي رسمته الأمم المتحدة. نعم سيد بسيم تفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا من أبها المحلل السعودي السياسي السعودي سلمان عسكر. أهلا بك معنا سيد سلمان. ضيفي بسيم ذكر أن هذا القصف من قبل التحالف بقيادة السعودية جاء بضوء أخضر من قبل أمريكا وبريطانيا، يعني وفق منظورك ما يعني هل هذا ذلك صحيح؟ نعم سيد سلمان هل تسمعني؟ أنا أسمعك، أهلا وسهلا. نعم إذا ما كنت قد استمعت لضيفي ذكر بأن غارات التحالف الأخيرة بقيادة السعودية كانت بضوء أخضر من قبل الأمم المتحدة وبريطانيا، هل يمكن القول بأن هذا التحليل صحيح؟ بداية أحييك سيدتي وأحيي السادة المشاهدين. أنا في الحقيقة لم أسمع يعني مجمل كلام ضيفي، ولكن اعتقد ان ما يقوم به التحالف العربي في اليمن ليس بانتصار ضوء اخضر من امريكا او الامم المتحده او بريطانيا او غيرها، عندما يكون هناك تهديد يهدد السلم الدولي والعالمي، فان المملكه العربيه السعوديه هي شريك في عده اتفاقيات لحفظ هذا السلام، وستبادر لتدمير او مهاجمه كل ما يهدد امن والملاحه الدوليه. نعم اعتقد ان المملكه العربيه السعوديه سيد سلمان، لكن هذه الجبهة كانت متوقفة منذ مدة طويلة، يعني لماذا تم استئنافها الآن، استئناف قصفها الآن 9 أشهر بالضبط؟ لا أبدا غير صحيح التوقف، قبل أقل من أسبوعين يعني. إذا كيف يمكن الآن فهم استعادة يعني أو عودة قصف التحالف؟ هل يمكن اعتباره نقض لاتفاق ستوكهولم أم أنه إجراء احترازي من قبل السعودية لشعورها بالخطر بعد قصف منشأة أرامكو؟ شوف من جانبين راح أعطيك الإجابة سيدتي. أولا المملكة العربية السعودية لا زالت تسير وفق واجباتها في التحالف العربي، هذا أمر يعني مفروغ منه. الأمر الثاني سيدتي، عندما يصبح هناك تهديد لأمن المملكة العربية السعودية وهو على لسان ناطق التحالف، المعادلة ستتغير تماما، الأمور لم تعد كما كانت قبل استهداف المصافي مؤخرا الأسبوع الماضي، المعركة في اليمن ستختلف تماما، ستتغير المعادلة، سيكون هناك يعني مستجدات غريبة، وأنا قلتها قبل ليلتين عبر قناتكم عندما كنت ضيفا معكم، الأمور تغيرت تماما. إيران الآن والسعوديين يلعبون لعبة القطب والفار، أو بالمعنى الأصح يحاول الاستذكاء على العالم، هنا من يرمي وهنا من يقول أنا، يعني هنا من يداعبنا إعلاميا ويظهر ليلعب دور داعش والقاعدة، مثلما عندما كان يريد أحد أن يصفي له أعداء ثم يدفع مبالغ مالية ضخمة لداعش من أجل أن تقول أنا من تبنى هذا العمل. ما حدث للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي من اعتداء على حقول النفط سيضع اليمن ومواقع عدة أمام تغيير حسابات
وستكون المعادله مختلفه تماما، ستشهد اليمن. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد سلمان. أعود إلى ضيفي من الحديدة. سيد سلمان ذكر بأن هذه الأهداف استراتيجية، حدثنا أكثر عنها، وأيضا ذكر بأن المعركة ستختلف، برأيك إلى أي مدى ستختلف؟ نعم أختي، طبعا أنا أؤكد بأنه إجراء احترازي. لماذا؟ لأن الحوثيين منذ 9 أشهر وهم يحشدون مدافعهم ويحشدون سلاحهم الثقيل في نقاط التماس، وهناك حشود وهناك معارك كانت تحدث خلال فترات متفاوتة وبشكل كثيف، ولم يتدخل فيها الطيران. ما حدث أمس هو فعلا إجراء متعلق ليس لا علاقة له بالمعركة، لأن هناك أهداف أخرى لها علاقة بالمعركة لم يتم استهدافها وهي واضحة العيان، ومدفعية الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة باستمرار ولم يتم تدخل لأي طيران خلال فترة الشهور الماضية. وما حدث أمس هو فعلا استهداف إجرائي احترازي متعلق بسلامة أو بأمن البحري وفق عملية استخباراتية استهدفت فيها ورشة كما قلنا لصناعة وتفخيخ الزوارع. لو كان الهدف غير دقيق مثلا، أو كان الهدف لم يحقق نجاح، كان الحوثي أول من استغلها إعلاميا ونشر مواقع. نعم. سيد بسيم، إذا ما تحدثنا عن المواقع في جنوب الحديدة، ألا تعتبر أيضا مهمة مواقع المدنيين أو مواقع الميليشيا التي يتم قصف المدنيين من خلالها؟ نعم. لماذا لم يتم استهدافها من قبل التحالف؟ نعم، هناك كما قلت في السابق، هناك قرار دولي بتحييد الطيران في معركة الحديدة منذ اتفاق ستوكهولم، بحجة أنه لابد أن ينجح، أو كان شرط الحوثيين لضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم أن يتوقف الطيران عن التحليق في محافظة الحديدة. وللأسف هذا الإجراء استغل الحوثي بشكل كبير جدا، واليوم كلنا نعلم أميا في حيث وفي حيثة وكثير مناطق يسقط عشرات المدنيين بمدفعية الحوثي، لما توقف القوات المشتركة عن التقدم، وبقرار دولي أيضا أوقفت معركة الحديدة. وللأسف اليوم يتجرع المواطن معاناة هذا القرار والنزوح والتشرد والقتل اليومي للمدنيين، وللأسف يعني مأساة إنسانية اليوم تعانيها كثير من مديريات الحديدة التي حررت والتي على والذي هم داخل مدينة الحديدة وعلى ووجود القوات على مشارفها. نعم، الصحفي بسيم الجناني كنت معي من الحديدة، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد سلمان، كنت قد تحدثت عن أن المعركة الآن ستختلف وأن الاستراتيجية التي سيتبعها التحالف ستختلف، كيف؟ طبعا يعني أكثر من 5 سنوات التحالف العربي يحاول وينتظر هذه الاجتماعات وهذه المشاورات مع هذه العصابات ومع الشرعية وتلك الوعود، ولم تظهر في الأخير إلا بتدمير اليمن وتهديد السلم العربي والعالمي. ولذا أعتقد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد أن تواصل وتجازف بسلامة اليمنيين الذين طلبوا عن طريق حكومتهم الشرعية إنقاذ اليمن من هذه العصابات الحوثية الإيرانية. إذا لماذا لم يتم تحريك الجبهات المتوقفة حتى الآن؟ لماذا تم استهداف الحديدة خصيصا في هذا التوقيت؟ الحديدة كما تعلمين هي الميناء الذي يتم من خلاله تهريب الأسلحة، مثل ما يتم أيضا عن طريق سلطنة عمان. يعني المهرة الآن يتم التهريب إلى داخل اليمن من أكثر من موقع من خلال إيران. الموقع الأول عن طريق جزيرة عصر الإرتيرية، الأمر الثاني عن طريق المهرة عن طريق سلطنة عمان التي تدعي الحياد علنا وفي الباطن تعمل على تهريب السلاح من المهرة. إضافة إلى ذلك سيدتي، فهناك تهريب عن طريق الحديدة والذي يعتبر الأضخم والأقوى والأكبر، أما يتم من تهريب رؤوس صواريخ وطائرات مسيرة أو وقود أو ما شابه ذلك. إضافة إلى أن هناك تبحر في البحر السفينة الإيرانية التي تدعي أنها لحفظ الملاحة الدورية، بينما هي لتهريب الأسلحة. لذا أعتقد أن حماية الحديدة أو ضرب الزوارق في الحديدة 4 زوارق كخطوة أولى من التحالف هي رسالة بأن الحديدة لم تكن كما كانت في الأسبوع.
نعم. تتغير المعادلة كما أصبحت. تفضل بالبقاء معي سيد سلمان. أرحب بضيفي من إسطنبول محمود علوش، باحث في الشؤون الإقليمية ومهتم بالشأن اليمني. أهلا بك معنا سيد محمود. إذن السعودية تقصف من الشرق، لكن تقصف أرامكو، ولكن الرد يأتي من الغرب، من الغرب عن طريق قصف الحديدة. كيف يمكن فهم ذلك؟ أولا تحية لك وتحية أيضا لضيوفك ولمشاهديك المحترمين. أولا العملية العسكرية للتحالف في الحديدة جاءت على ما يبدو وكما يقول التحالف بعد رصد محاولة من الحوثيين لشن هجمات باستخدام زوارق مفخخة، وأعتقد أن الهجمات ربما كانت عبارة عن محاولة لاستهداف ناقلات نفط جنوب البحر الأحمر. استهداف التحالف للحديدة والحديث عن محاولة الحوثيين شن هجمات على ممر بحري مهم بالنسبة للعالم يشير إلى أمرين رئيسيين بتقديري. الأول أن اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة، وكان ملف الحديدة أبرز بنود هذا الاتفاق، هو اتفاق هش وغير مكتمل، وفي الواقع لم يخدم هذا الاتفاق إنهاء جهود الحرب في اليمن بقدر ما شكل مكسبا لبعض الأطراف. الحوثيين على سبيل المثال نجحوا في اتفاق ستوكهولم بتجميد جبهة الحديدة، في المقابل هناك طرف آخر أيضا كالإمارات على سبيل المثال استفادت أيضا من تجميد جبهة الحديدة لصالح تحريك جبهات أخرى كما حصل في جنوب اليمن مؤخرا والانقلاب على الشرعية في عدن. وقد سمعنا وقرأنا كيف أن الانتصاريين جلبوا في الآونة الأخيرة تعزيزات عسكرية من الحديدة إلى عدن لدعم وتعزيز جبهاتهم في مواجهة قوات الشرعية. أيضا الحوثيين استغلوا بناء الحديدة لتهريب الأسلحة من إيران، وبالتالي كان تجميد جبهة الحديدة أنا بتقديري كان قرار استراتيجي خاطئ، وهو جاء تحت وطأة الضغوط الدولية والغربية على المملكة العربية السعودية والتحالف. إذن هل يمكن الآن اعتبار هذا الاتفاق اتفاق ستوكهولم بأنه اتفاق ملغي وقد تم نقضه من قبل التحالف؟ يعني أنا أعتقد أن اتفاق ستوكهولم انتهى ليس من اليوم، انتهى منذ أن اتخذ قرار بشأن هجوم على المنشآت النفطية السعودية، سواء هذا الهجوم جاء من اليمن كما يزعم الحوثيون أو جاء من إيران كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية. أن تذهب الأمور باتجاه هذا التصعيد، فالتصعيد الخطير بالفعل هو بدأ ليس من استهداف الحديدة بل بدأ من استهداف المنشآت النفطية السعودية. الصراع على الحديدة سيدتي في الواقع يتعدى فكرة الصراع بين الحوثيين والتحالف في السيطرة على هذه المدينة المهمة. مكمن الخلل الرئيسي في اتفاق السويد أنه عزل ملف الحديدة وجمد الجبهة كما قلت، كان هذا التجميد في صالح بعض الأطراف. لكن جريفيث لا زال يتحدث عن إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق فيما يتعلق بالحديدة خصيصا. يعني أنا أعتقد المقاربة التي تتبناها الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الحديدة هي مقاربة يعني غير صائبة بتقديري، هي تستند بالدرجة الأولى على ضرورة أن يكون هناك تجميد لجبهة الحديدة من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، لكن عندما نجد أن الحوثيين يحاولون استغلال هذه المنطقة التي يتواجدون بها تحت مستغلين المخاوف الأمنية الغربية فيما تعلق موضوع المساعدات الإنسانية والضغط باتجاه سواء الحصول واستمرار الحصول على الأسلحة المهربة من إيران، وأيضا علينا أن ندرك بأن منطقة الحديدة نحن أمام صراع مفتوح بالوكالة في المنطقة، وبالتالي ممكن هذه المنطقة أن تدخل على خط الاستهداف من قبل إيران في محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة واستهداف الممرات الممر الملاحة الموجود على سواحل هذه المنطقة. ما يجري اليوم في الحديدة وقبله استهداف المنشآت النفطية في السعودية وتبني الحوثي لهذه الهجمات يؤكد مدى ارتباط الصراع في اليمن بالصراع الإقليمي الدائر. نعم سيد محمود تفضل بالبقاء معي. أعود إليك سيد سلمان، كيف يمكن فهم هذا التباطؤ من قبل الأمم المتحدة في حل أو في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم؟ والبعض يتحدث أن هناك أخضر من قبل الأمم المتحدة وأيضا بريطانيا بخصوص قصف الحديدة الأخير. أنا لا أتفق معك سيدتي، الأمم المتحدة لم تتباطى يوما ما. الأمم المتحدة تعمل على لم أقول أنا ضيفي بسيم الجناني ذكره. نعم ألو
نعم أنا أسمعك. الأمم المتحدة تعمل على قدم وساق لخدمة الحوثيين على مدار الساعة. من يقدم الطائرات المسيرة ويدخلها اليمن هي الأمم المتحدة. من يدخل الصواريخ الإيرانية والعملات القطرية والمبالغ المالية والخبراء الإيرانيين وحزب الله إلى اليمن هي طائرة الأمم المتحدة. أنا عندما أقول هذا الكلام فلدي من الأدلة والوثائق ما هو في كفة يدي. الأمم المتحدة عندما سيطر الحوثيين ودخلوا إلى صنعاء كان جمال بن عمر أول مبعوث الأمم المتحدة يتعشى ليلتها عند عبد الملك. نعم سيد سلمان، لماذا إذن لم يتم حسم المعركة في الحديدة؟ لماذا أيضا هل سنشهد تحركا فردي من قبل السعودية خصوصا بعد هجوم أرامكو؟ يعني السعودية دائما لا نريد أن نشير للسعودية لأن السعودية ليست طرف في الحرب في اليمن، لكن عندما نقول التحال المملكة العربية السعودية هي مبتلاة لما يحدث إليها من إرسال صواريخ أكثر من 230 صاروخ من هذه الإصابات الصغيرة أو هذا المعتدين الإرهابيين. هي تعاني ما يعاني منها اليمن الشقيق، ولكن هي تعمل ضمن التحالف لتطهير الحديدة واليمن بأكملها، ليس الحديدة فقط. ما يحدث الآن في الحديدة هو إيقاف للضمير وإيضاح للجميع بأن الحديدة ستصبح تحت سيطرة التحالف قريبا جدا. عندما يتم احتضان الحديدة وضمها إلى الشرعية فستصبح صنعاء في يد الحكومة الشرعية، ولن يعد هناك أي آمال مربوطة على الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة تعمل بنفس حوثي إيراني لا يخدم غير مصالح الانقلاب الحوثية. الأمم المتحدة تتظاهر أمام الناس بأنها تقدم الوعود والاتفاقيات بينما هي من تحت الطاولة تخدم المشروع الإيراني الحوثي. إذا أعتقد أن التحالف العربي لم يعد أمامه أي خيارات، هناك الاستراتيجية ثابتة ولكن هناك تغيير في التكتيكات. لماذا لا يتم حسم هذه المعركة؟ لماذا لا يتم إنهاء الانقلاب وتحريك جميع الجبهات رغم أن السعودية هي ثالث أكبر دولة مستوردة للسلاح، تملك هذا الكم الهائل من المخزون في السلاح، ما هو السبب؟ المملكة العربية السعودية هذه الأسلحة التي تملكها أو كثالث دولة هي لم تدخل على جارتها اليمن أو تدخل على أي دولة عربية لخدمتها ولحماية حدودها. المملكة العربية السعودية تقدم كل ذلك ضمن التحالف العربي لطرد هذه العصابات الحوثية من اليمن. المملكة ليست مكتفية بدفع الأسلحة بتقديم الأسلحة. المملكة العربية يا سيدتي تقدم المال، ولكن للأسف عندما تجدين بعض العناصر للجيش الشرعي، وأنا أقولها عبر قناتكم فم المليان، يستلم المؤونة في الصباح وفي الليل يتعشى مع الحوثيين، فلا تنتظري انتصارا يا سيدتي. هناك خيانات في اليمن، لكن عندما تتحرك قوات الجيش في جبهات عدن لإنهاء الانقلاب تقوم الإمارات حليفة السعودية بضرب هذه القوات. أنا لم أشاهد هذا بعيني، أنا أسمع منك الآن، واعتقد ان الامارات العربيه نعم شكرا نعم شكرا ومرارة الابتلاء نعم اكثر من 60 شخص في ليله واحده. المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر كنت معي من ابها، شكرا جزيلا لك. اعود اليك ضيفي من اسطنبول محمود علوش. اذا سيد محمود، هل ترى ان السعوديه قادره على يعني حسم هذه المعركه وردع الحوثيين باعتبارهم الذراع العسكري لايران وبالتالي حمايه منشاتها بعد الضربه الاخيره لارامكو؟ يعني في حقيقة الأمر الواقع مختلف عن التمنيات. كلنا نتمنى كنا نتمنى ليس من اليوم بل من قبل 4 سنوات أن يحسم التحالف الحرب في اليمن وينهي الانقلاب الحوثي، لكننا اليوم أمام معادلة تبدو مختلفة كليا عن الأمنيات التي يتمناها سواء السعودي أو حتى الخليجي أو حتى اليمني. علينا أن ندرك أمر مهم سيدتي، المشكلة الآن في الحديدة وليس فقط في الحديدة، في الملف اليمني عموما هي ليست المشكلة في الحوثيين فقط، هم مشكلة رئيسية، لكن نحن لدينا مشكلة كبيرة الآن داخل التحالف العربي وبين التحالف العربي والشرعية أيضا. وأنا أعتقد أن قضية الموانئ، وهذه نقطة مهمة، قضية الموانئ والمدن الساحلية الاستراتيجية هي من بين القضايا التي تشكل محور نزاع خفي في بعض المناطق ومعلن في مناطق أخرى بين الشرعية وبين المشروع الانفصال، وأيضا بالمناسبة هي محور نزاع غير معلن بين التحالف العربي نفسه.
يعني السعوديين على سبيل المثال بالطبع من مصلحتهم إخراج الحوثيين من الحديدة، لكن نعم. أي سيطرة للإمارات عبر نعم. سؤال أخير سيد محمود باختصار، هل الأمر متعلق بانضمام السعودية للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وأيضا ضمان سلامة هذه الممرات، خصوصا أن الضربة جاءت بعد 48 ساعة من انضمام السعودية؟ نعم، أنا أعتقد أن الأمر مرتبط بملف تشكيل تحالف أو بروز ملامح تشكيل تحالف بحري. نحن كنا أمام مرحلة سابقة فيما يتعلق بملف الحديدة، كان هناك خط أحمر دولي إن صح التعبير على التحالف العربي لعدم حسم بناء الحديدة لأبعاد إنسانية كما كان مروج في الخطاب الغربي. الآن مع تشكل التحالف أو مع بداية تشكل التحالف تأمين الملاحة البحرية الحديدة هي جزء أساسي وهي هدف أساسي للتحالف، وأنا أعتقد أن الملف الآن ومن أولويات هذا التحالف البحري التحالف الدولي عفوا لتأمين الملاحة إذا ما تم تشكيله خلال فترة مقبلة، حسم ملف الحديدة وإخراج الحوثيين من منطقة الحديدة وميناء الحديدة لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر. وأيضا هناك توجه دولي وأمريكي على وجه التحديد بإبعاد الحوثيين عن المناطق التي يمكن أن تشكل خطر على الملاحة البحرية من ضمنها ميناء البحر الأحمر. وأيضا هذا الأمر يعني يصب في صالح بالنهاية القضية اليمنية، لكن أعيد وأقول بأنه يجب علينا نحن أو كعرب وأيضا يجب على اليمنيين أن لا يعولوا في حقيقة الأمر لا على التحالف العربي ولا أيضا على أي تحالف دولي يمكن أن يتشكل لتأمين الملاحة. يجب ما الذي يمكن التعويل عليه فيما يتعلق ب يجب أن يعول الآن على المشروع الوطني اليمني، يجب على اليمنيين أن يتوحدوا خلف مشروع وطني يمني، خلف الشرعية لإعادة ما تبقى من هذه الدولة نعم. التي قضى عليها الحوثيون في الشمال وقضى عليها الانفصاليون في الجنوب، ماذا تبقى من اليمن؟ أزمة إنسانية، كارثة إنسانية. غدا سيحتفل الحوثيون بذكرى السيطرة على صنعاء، نحن أمام كارثة إنسانية بكل المعايير، وبالتالي نعم. يجب أن ويجب على التحالف العربي أيضا، وأنا أدعو نعم. من نكتفي بهذا القدر سيد محمود علوش، أعتذر عن مقاطعتك لضيق وقت هذه الحلقة. ضيفي من إسطنبول محمود علوش باحث في الشؤون الإقليمية ومهتم بالشأن اليمني، شكرا لك. أيضا كان معي من أبها المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر، وأيضا بسيم الجناني صحفي من الحديدة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة وديعة كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.